أنت دكتور ولك باع طويل في هذا المجال الرياضي طبعاً، وعملت كثيراً في كثير من الأندية والمنتخبات الرياضية، واسمك معروف والمعروف لا يعرف يا دكتور. إيش النصائح اللي ممكن تقدمها للاعبين عشان يحافظوا على أنفسهم، خاصة مع بداية كل موسم لتأهيلهم للموسم ككل؟ شكرا جزيلا، سؤال مهم جدا. ندخل في المنظومة الوقائية، والمنظومة الوقائية هذه اللي هي تتركز أساسا على توعية اللايف ستايل، طريقة حياة اللاعب. طبعا حاليا أقدر أقول لك أنا بحكم تجربتي في المنطقة من 25 سنة، حاليا صارت أسهل القصة هذه. لماذا صارت أسهل؟ لأنه ما شاء الله بالنسبة يعني اللي نشوفوه في الأندية، الارتقاء بمستوى الأندية في الدوري السعودي ما شاء الله حاليا، يعني الأندية على اللعبة العالميين والدكاترة العالميين والمدربين تطور والأجهزة فصرنا تقريبا يعني نبذل كدكاترة كإطار طبي نبذل أقل جهد في توصيل وفي المعلومة في توعية اللاعب، لأن اللاعب صار مثلا اللاعب يشوف وهو كونه هو مع رونالدو مع كريم مع يعني كانتي مع فيرمينيو، فاللاعب المحلي طبعا يصير هو في تحدي مع نفسه، يصير بالضبط يصير يقلد اللاعب هذا في اللايف ستايل. انا اتذكر كان عندي لاعب مثلا في احد الانديه اللي دربتها ماركوس اسنساو البرازيلي، يجي ساعه ونص قبل التمرين، ساعه ونص يجي قبل اللعيبه كلهم، يدخل لغرفة الجيم يعمل يعني التمارين التمارين الخاصة بجسمه ويطلع آخر واحد من الـ من الـ من التمرين. فبالتالي اللاعب المحلي إذن التحفيز والاهتمام، إذا اختصرنا التحفيز والاهتمام. نعم دكتور مراد الغراري مدير مركز فيفا في دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، لو تسمح لي ان شاء الله نتمناه مع بعض كل النجاح والتوفيق لبنتنا وبطلتنا أنس جابر اليوم. اي يا رب يا رب ان شاء الله يا رب، خلينا نهنيها بعد المباراه العرب كلهم طبعا ان شاء الله، خلينا نهنيها بعد المباراه يا رب. الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا، الله يطول عمرك، يعافيك، مشكور.